وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين. Thank you for I would like you to welcome to the 35th inshallah annual Urs Mubarak of Qiblai Alam Jani Alam Qubay Duran Sani Zari Zabakh Sultan Al-Awliya Zabwaja Sri Muhammad Asim Salam. Also today we are marking the Urs celebrations of the Khwaja Bandi next month, including Azawaja B. Muhammad Sultan Salam Al-Awliya Muhammad Shreef Qutbay Zaman Al-Awliya Muhammad Sayyad Adita Salam This being held under the supervision of Sadhguru Sufi Raj Ahmed Sadhguru Ali, with His Eminence the Khwaja Sufi Muhammad Hanif Sahib presiding. Inshallah, the some leading scholars of the Ahl Sunnah wal Jama'ah will be attending this mehfil. Amongst those is our special speaker, as Allama B. Sayyid Muhammad Irfan Shah Sahib Mashhadi. Inshallah, will be joining us shortly. And also, we are quite lucky that one of the leading lights of the Islamic world, indeed, Fakhr al-Qurra, Zinat al-Qurra, Sheikh al-Qurra, Qari Sayyid Hassan al-Bukhari al-Azhari, Madazillahu al-Azi, Madazillahu al-Ali is with us as well, inshallah. After the Khatam al-Qur'an Vajri, they will be reciting the Holy Qur'an. And as the Babul, inshallah, the mehfil will be commencing with the Khatam al-Qur'an Vajri. Inshallah, the Khatam al-Qur'an Vajri is such that first, if you would wait to hear what is going to be recited, and then afterwards, if you would like to join in one voice, read the Kalimat of the Khatam al-Qur'an. And for the Khatam al-Qur'an Vajri, I would like to call upon Sahib Hafiz Muhammad Ayub Naqshbandi, who would like to come forward and recite the Khatam al-Qur'an verse. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق الدين الشريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على صلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه وسلم 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 صلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه وسلم. حتى سويد نشرح شريف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي يعنك ضرارك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي يعنك ضرارك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أكثر
مستور اهدف لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اقرا سوره التشريق وما بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقرا المشرك صلى الله على حبيبه محمد واله واصحابه وسلم 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 حتى عيد تكريم الشريف لا